قبل يومين ثلاثة شفت جابوا لي منشور، شفت واحد ينقد روايات الشيعة بأنه يوم العاشر من المحرم بعد مقتل الحسين احمرت السماء، في نفس الوقت ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم، أو بالأحرى ظاهرة حمرة الأفق، هاي الظاهرة اللي يقول ما كانت تعرف واللي أصبحت تقريبا منبثة مو بس بالنصوص النثرية حتى بالنصوص الشعرية، حيث أبو العلاء المعري يقول وعلى الدهر وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبت في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. يقول هذا الرجل عندما يمر بهالرواية يقول هاي ظاهرة كونية، هاي ظاهرة كونية ما لها علاقة لا بالحسين ولا بدول، يخرفون شو يخرفون، شنو الأفق يتغير إلى موت واحد؟ طيب نقول له أنت تبقى على هالكلام لو لا تتغير؟ لا طبعا يتغير، لأن أنا ألفت نظر أدلي. إذا ما خلي شوف مثلا في الفصل الخاص بسيرة الخليفة الثاني في حياة الحيوان للدميري عنوان خلافة عمر موجودة، خلي شوف، شوف عند وفاته، يشوف عند وفاته شنو اللي صار الشيروي. يقول الدميري ظلمت الدنيا بحيث الأطفال قاموا يسألون آبائهم أمهاتهم صار الليل، يقولون لهم لا وإنما قتل الخليفة عمر فظلمت الدنيا لفقده. زين، وعلى ذلك جملة من أدبائهم أيضا شوف في باب شبنتا من نفس الكتاب، باب الشبنتا أيضا أبيات شعرية نص على أن الأفق تغير وظلمت الدنيا بعد قتل الخليفة الثاني. احنا ما عندنا حساسية إجاء هذا أبدا، يعني تروي رواية تقول أنه من خلفاء النبي وانقتل والأفق تغير غضبا أو إشعارا بغضب الله عز وجل. زين، ما اتبعنا ولا شوشرنا ولا هرجنا. هذا الحسين هذا أخو ابن رسول الله، هذا إلى صلب السماء على الأقل إلى ميزات هواية. طيب ليش هنا حلال وهنا حرام؟ ما تعرفت ما نشوف ما. ليش إحنا نخشى الناس؟ ليش نخشى؟ يعني أنا أجي لمجرد أني إذا اعترفت، أنت إذا ترجع إلى تاريخنا وتاريخ فتاوانا تلقى من هالنمط نماذج تلفت النظر غريبة، يعني أبدا. هذا العيني في كتابه شرح البخاري، زين، أو عمدة القاري في شرح البخاري، العيني يقول يشرع السلام على الحي بالإجماع، يعني إذا واحد حي تسلم عليه مشروع ما بيش، لكن على الميت إذا كان مع النبي ما يخالف، إذا لا وحده واحد تقول له السلام عليك بعد موته ما يجوز. ليش؟ يعني يقول الرافضة يقولون لأئمتهم السلام عليكم، أدري يعني إحنا جاي راشي وراشك لو ندور حكم شرعي لا، يعني كلام غريب، يعني والله غريب في بابه، يعني هاي ثغرات إذا اطلع واحد علينا بتاريخها إذا واحد اطلع علينا بتاريخها بهالثغرات هاي بتاريخنا شو يقول ذولا؟ شنو ذولا؟ شنو وضعها؟ ليش؟ هو تاريخ لو عبارة عن تراشق، عبارة عن يعني محاولة الانتصار ولو بالباطل. طيب مقاييس ما أكو، ليش احنا نخشى الناس؟ يعني نجامل بعض على بعض، ليش ما نقول الحقيقة؟ ليش ما نقولها للحقيقة؟ يعني ما في مانع أن الإنسان يقول الحقيقة، لأن القرآن هذا منهج القرآن، علمنا بأن نقول الحق ولو على أنفسنا. فالمسألة الواقع ما تقتصر على الفتاوى، ما أكثر الفتاوى، مو الفقهاء، فقهاء يقولون الأصل في القبور نعم أن تسطح، تكون مسطحة،
هذا القبر إذا واحد دفنوه يسووا القبر مسطح، هاي اللي عليه السنة النبوية الشريفة. لكن لأن الشيعة قاموا يسووا يقول بطلنا عليه، إحنا راح نسلم. يعني ما هذا أنت لما تلقي بصرك على هالأمثال، على أمثال هذه الثغرات، على هالنماذج من الثغرات، تخليك تشعر مع الأسف بتفاهة هذه المناهج اللي تنتهي إلى هذا اللون من الركة، إلى هذا اللون من التشيب في الفكر. القرآن الكريم يقول أفكاركم خلوها عملاقة غير متأثرة بهذه المؤثرات، لا تخشوا الناس، لأن هذا الإنسان ما يقدر يدفع عنك، ما يقدر يدفع عنك الضر والنفع. أنت تخشى الإنسان على حساب خشية الله؟ لا، اخشى الله، لأن الله عز وجل ما يسعك أنت تتخلص من عنده إذا أرادك بسوء. فالآية الكريمة مهمتها بناء الضمير، أن هؤلاء أنتوا جيت تولون أشرف منصب، ويقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول للشراح: لقد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي نبي. قال له هاي دكة القضاء، مجلس القضاء، هذا خاص للنبي أو لوصي النبي، لا تصور شيء بسيط. فأنت أعرف ألفاظك، أفكارك، نعم موضوعيتك، لا يكون تتأثر بالآخرين، لا تخاف من أحد، ضع الله نصب عينك، هو هذا الواقع. إذن الخطاب ما ينبغي أن يوجه إلى القضاة فقط، لا لا، لكل الأشخاص القائمين بإحقاق الحق والبحث عن الحق، هؤلاء يوجه إليهم هذا الخطاب بأنه أنتوا في ممارستكم للبحث عن الحق لا تتأثروا بأقوال الآخرين، لا تخشوا الناس، اخشوا الله، خلي الله عز وجل نصب عينيه. هو فعلا مهمة الدين أن يصوغ الضمير،